كيفكم جماعتي؟ اهلا فيكم حلقة جديدة من اللعيب جولد. اليوم حنلعب لعبة اسمها لعبة محاكي الشرطة. اليوم رح نعيش حياة الشرطة، حنشوف كيف احساسك تكون شرطي وتخالف الناس وتخالف الشعب. لعبة جديدة لسه ما يعني الشهر هذا طلعت، خلينا نشوف. فهنا انا شرطية طبعا يا جماعة، اخترت انا شكلي يكون مزة، طلعوا يا جماعة الجمال يعني عشان يعني اخلي الناس يتبعوا القانون اكثر لسه. هاي السيارة مخالفة القانون، طلع بعيدة عن الرصيف كثير، مخالفة سريعة سريعة. عشان تتعلم تخالف القانون فكر لحالك مين، ونبحث نبحث 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 عن 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 ايه هذا الزلمة. رمز بالي على الارض، طلع شو رمى على الارض، رمى كاسة على الارض. انا بفرجيه استاذي، انت رميت اشي على الارض. اعتذر مني والله، طلع مرتب. خلص بس حاعطيك مخالفة، لو تزودها والله العظيم بسجنك. اخلص روح انقلع. ناس ما بتستحي بترمز بالي على الارض، هناك في واحد كمان رمز بالي على الارض. ما لها الناس بطلت تستحي، شو القصة استاذي؟ لو سمحت اهلا مرحبا، كيف حالك؟ عبرك الحيوان، تعرف شو حامل؟ رح افتشك، تعال. حاسه في اشي غلط فيه هذا الانسان. اوكي ما في اشي في جيبته. عنده علكه وفجت سبينر. مين بيحمل فجت سبينر اذا في 2021؟ شو لك بيض اذا انت بيض؟ رح ما رح اخالفه يعني لانه طلع انسان بيض، بس رح اوبخه. والله نمشي نمشي، والله العظيم يا عمي الناس. واحد ايش؟ اترك الخلق للخالق، فاهم استاذ؟ وفي عندنا مشكلة هون، هذا الانسان خالصت تسجيل السيارة تبعته، خلصت في 2019. فهاي تسجيل لصاحب السيارة اللي خالص تاريخها. والله بنت، ويعني كيف حالك؟ للأسف حطارة خلفك. طيب طلبت انه السيارة يتم سحبها بالشاحنة، بعرفش اذا هيك صح بالقانون ولا لازم اعمل مخالفة، بس الله اعلم. مرحبا كيف حالك عمي؟ هاي السيارة تم ازالتها لانها سيارات مش مرخصة. باي باي. كمل نبحث عن ناس مخالفين للقانون. في هناك واحدة كمان رمت زبالة على الارض، شو رايك بقصة البلد؟ كل الناس بيرموا زبالة على الارض. لو سمحتي. اوه واو كيف حالك؟ انت ترمي زبالة على الارض؟ اوه ما احسنها. اوه يا الله صراحة يعني انا كنت بدي اخالفك بس بطلت. بمزح، اخالفك لانك كلبة ترمي زبالة على الارض؟ طلعوا هاي السيارة صافي عكس السير، يعني هم كلهم صافين هيك، هي صافي عكس. شو هالقرف؟ شو هال خالف القانون؟ شفتوا شفتوا شفتوها لما تزبال الارض؟ شفتوها؟ يعني على الوقاحة قدام الشرطة والله العظيم انك انت مقرفة، انت حيوانة. سوري قال هات مخالفة. لانك انت ما مجنونة. طلع الامن والامان في هالبلد. وبقدر احط مسدس؟ بقى اطخ؟ مات؟ بس دخلت على راسه ليش مات؟ نقول يا رب رح نخالف الناس. ايه هاي قاعدة تمشي بدون ممشى، الممشى تبع المشاة، تمشي على الشارع، وهذا اشي ممنوع. لو سمحتي انا لقطتك، هذا اشي ممنوع. طيب هاتي يلا مخالفة، مش انك تعتذري يعني يا فقير ما حاعطيك مخالفة، روح انقليه يلا من هون. اوكي خلصت الشيفت تبعي، فهسا حيعطوني مهمة جديدة، وهلا بقدر اشتغل. لساتي باركينج يا زلمة، انا بدي اصير احسن. يا الله ام الملل يا جماعة، خلاص خلوني اخلص هالجزء بسرعة عشان اتطور. Let's keep his battle out. How come you always call me out for stuff I didn't even do? Oh, كذاب! أنت كذاب حبيبي! ولا! أوه عيونه حمر. خلينا نشوف. خلينا يكون معاه مخدرات. والله أكشن. لا! عم بهرب! إلا معفن! أوكي معي مسدس. كهربته. تعال شو الإشي اللي خلاه يهرب؟ أنا بدي أعرف. أوه معاه أسلحة! أوه معاه سنان إنسان! شكله قاتل! What the راح احطه تحت راح اعتقله عشان يحامل الاسلحه. بدي ارن على الشرطه. شوف يا زلمه حيعتقلوك. والله ببشع يا زلمه، مجرم بخوف معاه سنان انسان. ايوه اعتقال اعتقال، بس تم اعتقاله معفن. والله اني شرطي خرافي. طيب تكمل شغلنا. اوكي في كمان واحد كبس بال على الارض، تعال انت يا مجرم حسجنك. اوه طلع لي كلمه انه هو عيونه فاتحين زياده فشكله بتعاطي مخدرات، فبدي افحصه اشوف اذا في شيء. او هرب يا زلمه. هو ايش في؟ شو قصتكم؟ معيش غير طلقه واحده في المسدس. تعال نسولف، تعال يا معلم تعال نتفاهم. خلينا نكمل البحث اشوف شو الاشي اللي خلاه يهرب. شو معاه؟ واو كم سلاح
يخرب بيتك معه اربع سكاكين. انسان زيك لازم يستحق الاعتقال. اربع سكين يا معفن، شو بدك فيهم اربع سكين يا معفن؟ فهيك انا خلصت الشفت يا جماعه، هسه اجى الوقت انه اجرب اصير نوع شرطه ثاني غير ام الباركينج. اوكي فزت اول ليفل واعطاني مسدس رادار. اوكي والله نايس، حبيت التطور تبع اللعبه. فهي المنطقه الجديده بقدر اروح عليها. يلا خالف الناس مخالفات بسرعه، ليتس جو. انت كم سرعتك؟ ايوه فسهل، بقدر اشوف سرعة. اذا لقطته بقدر اخالفه، بس لازم يكون اسرع من السرعه القانونيه. هذا سرعته 5، يعني هون سرعه 35. اذا اسرع من 35 بقدر اخالفه. هذا سريع. اوكي هاي المخالفه زبطت. اوكي ممتاز، حلو كثير. فهسه بنبلش نخالف الناس. يلا اسرع 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 اسرع. ما اسرع شطور. يلا اسرع اسرع. مسكتك متلبس يا معفن. واو هذيك البنت رمت زباله على الارض وطلع كيف عم تمشي بدون خط المشاه برضه بالحق. ولك يا معفنه انا حتفاهم معك. اوه عم تطلع حواليها وقصص. شفناك يا مجرمه. خليك تعفني في السجن. يي هربت. ولك يا معفنه. يي اوه ايش خبطت السياره. اي شوف متى اخرتها، متى حتوقف. يا الله هربت برا منطقتي يا الله. طيب انا خلص الشفت تبعي، يا رب هسه اكون لي شيء حلو. طيب شو لعبه متعبه. اوكي رحت على الليفل اللي بعده، اعطوني كاميرا. اوكي وصرت هسه بقدر اروح الحوادث. خير صار شيء في اكشن، هاي الحياه الصح. طيب في حادث سياره. اوه هيو 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 يا عفو الله دخان. طيب اول شيء خلينا نصور الحادث، واضح انه حادث كثير قوي. خلينا نحكي هسه مع الناس. هذا مرحبا. طيب خلينا نشوف هويتها. اوكي اوكي امورك تمام. روح هون عند الاستاذ هون. طيب نشوف الهويه وكل شيء. اوه هويته خالص تاريخها، بس التامين تبعه اموره تمام. نفحص اذا باخذين اي مخدرات وكحول. اوكي ما في كحول مخدرات، ما في شيء. اوكي هذا ما في شيء. طيب جبت شاحنه عشان تشيل سيارات مكسره. هي بشاحنات تبعوني. وخلصنا الحادث، الله عليك يا معلم، كل الامور رجعت زي الفل. هذا الزلمه واقف غلط، تعال خذ مخالفه، واقف نص الشارع، شو الشارع اللي خلفك؟ ها؟ يو صار في حادث فجأة. اجى الوقت انه نصور اول شيء. ممتاز، خلينا نحكي معهم. ليش ما في كنترول؟ هاي معفنة؟ والله حسيت. استنى ايش وين؟ ليش صرت فوق جوا السيارة؟ ما عندها تأمين يا جماعة، حضطر اخالفها، فيش تأمين. نفحص مخدرات وكحول، لأن هي بتحكي ما كانت تتحكم بالسيارة، بدي أشوف إذا هي صاحية أصلاً أو لا. أوه كانت شاربة، يا حرام، ما بتعرفوا إنه شرب حرام، عيب عليك. تبلك تفوتي جهنم أنت، شوف فحص المخدرات. أوكي فيش مخدرات، للأسف حضطر أحبسها لأنها بتسوق وهي سكرانة يا جماعة. لا حول ولا قوة الا بالله، ما توقعتهاش منك، عاد منظرك كان يوحي انك انسانة كويسة، لا تأمين ولا شيء. مرحبا كيفك أستاذ؟ بدنا نحكي معك أول شيء شوي. أنت كمان ما في كنترول؟ تخيلوا يكونوا اثنين سكرانات وخبطوا في بعض، والله يكونوا شيء مشكلة، في ضعف أخلاق في البلد هاي. أوكي فيش شيء الحمد لله، خلينا نشوف آخر شيء هويتها وكذا، برضه ما هاش تأمين، شو هاد يا أخي؟ ما في تأمين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شوف سيارة، لأنه هي كانت مش متحكمة، بدي أشوف إذا في مخدرات إشي بسيارتها، بعيد عنكم يعني، ومعها معها سلاح. مبدئياً أنا حطلب سيارة شو اسمه؟ كان صراحة شغلي هاي المرة جد كويس، يعني يرفع لي القبعة، أنا جد شاطر في موضوع الحوادث. والآن إلى مركز الشرطة مرة ثانية. طلقكم إكس بي، ووو بوي. وصرت أقدر أوقف الناس في الشارع. واو بقدر أسوق سيارة، يس! والله اسمع بتعرف شغل، انا صرت مدمن على اللعب، صار لي ساعتين عم بلعب، والله مش قادر اوقف. وسيارة الشرطة تبعتي بدي اسوقها. هيها. سيارة الشرطة تبعتي. نو بقدر اسوق. خبطت واحد، مالناش دخل احنا اسفين يا شباب، والله العظيم. في مشكلة، روح عند المجرم. يا جماعة أنا شرطي فالقانون ما بيرتبك علي، يعني بمشي أسرع ما يمكن عادي وبخبط بالناس. ماشي عكس السير. أوبا. آسف عادي إذا بتتصلح بثلاث دنانير هاي. أوه طيب لازم أوقف. فا
ففي شخص مطلوب القانون لازم ادور عليه وسيارتي فيها شويه مشاكل بس عادي. اوكي كيف شكلها؟ طلعوا سمراء وحاطه بكله. وهي هي سمراء، تعالي. اوه عم تهرب عم تهرب والله. هي هاي يا يا انا افرجيها عم تهرب المعفنه. يي معيش غير طلقه ولا كاوا. كيف حالك؟ شوف اذا هي نفسها ولا لا. وفوق كل اشي هي نفسها، اول شيء هي مطلوبه في القانون. هويتها منتهيه. طيب بدنا نفتش فيها عن اسلحه، يمكن يكون في عندها اسلحه. معها سلاح، رح نسجنها. اسف كي حطلب هسا اسجنها. ايوه شكرا، ارجع لسيارتي. رجعنا يا جايز. العمود غبي. الله 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 الله. اوكي يا جماعة، احكوا لي شو في اللعبة في التعليق، إذا بدكم جزء ثاني احكوا لي كمان، لسه في كثير يعني لسه أشياء لازم نفتحها باللعبة عشان تصير لعبة خرافية. على العموم إذا تو اشترك في اللعيب جيمنج اشترك، لأن اللعيب جيمنج هي أحسن قاد جيمنج في العالم. شغال وحوش. يلا بيس. لا توجع لي راسي، خد جزرة، والله لك مش فاضي.